ديالي ان شاء الله اللي غادي يخرب يخرج ان شاء الله لو 30 يجي مع 2019 الاغنيه ديال قصه حب اللي تسجلت في بروكسل وكانت توزيع ديالها ديال الجزائريين امين مينو ونبيل الوهراني في استوديو فيزون بروكسل وقمت بالتصوير ديالها مؤخرا في الشمال يعني في شفشاون مدينه شفشاون وفي طنجه وهي سيون استوار دامور يعني قصه واقعيه ماشي متصنعه ولا وكانت بالكلمات الالحان ديالي المتواضعه وان شاء الله كنتمنى انها تعجب الجمهور لان فيها كلام راقي يعني يقدر يسمعها اي واحد مع اولاده ولا مع خوته ولا مع امه ولا مع العائله ديالو لان فيه هذه ميساج وسيون استوار دامور فيها كلام نقي يعني ما فيهش شي كلام ساقط يعني الحمد لله الكلام اللي تقدر يدخل للديور وخرج من الاعماق كما كيقولوا وكتعرفوا كما كيقولوا الناس حاجه كاع اللي كتكون خارجه من القلب كتوصل للقلب وكنتمنى ان شاء الله تعجبك على البيبو. بالنسبه للمشكل اللي كان وقع فاس انا والاخ ديالي الشاب سيمو مع مول الطاكسي اللي دخلوا عناصر الشرطه اللي في الحقيقه ما داروش الخدمه ديالهم لا هما لا الضابط اللي كان معاهم وكان وقع واحد البروبليم يعني قلت بزاف ديال لي سيبور يعني شي حاجه اللي ما كانتش عليها الدار وهذا الشيء راه في القضاء راه القضاء كياخذ مجراه والعداله كما كيقولوا حنا كما كيعرفوا المغاربه وكما قلنا بزاف ديال التصريحات حنا الحمد لله ماشي ضد الامن عزيز علينا الامن الله يخطينا الامن وعزيز علينا سيدنا الله نصره الله لان نشر الامان والامن في هذه البلاد والديمقراطيه والسلام وحنا كفنانين وكسفراء اللي كنظروا في العالم كله كنهزوا الرايه للمغرب الحمد لله ديما كنعطي واحد الليمه زوينه على بلادنا وكنحققوا على بلادنا وما نبغيش حاجه توقع في بلادنا الوغ بزاف ديال الناس كيقول لك علاش ما سامحتوش ولا علاش ما حاولتوش تجمعوا الضوء هذه المسائل حنا ماشي كنهضروا علينا حنا كما كنقول بزاف التصريحات حنا الخطا التقني ما خصوش يوقع للمواطنين الناس اللي ما فحالهمش للشعب يعني الناس اللي مساكن ما كيعرفوش ما يعني خص الانسان ما دارش خدمته خصو يتعاقب عليها حنا ما كنهضروش على الشرطه ولا على الامن كنهضروا على داك الجوج ديال الناس والضابط اللي كان معهم اللي داروا اللي كان كاين بزاف لي زيرور كما كنقولوا اون فرونسي والقضاء دابا راه القضيه في القضاء وحنا كنثقوا في القضاء والعداله وفي الاحكام ان شاء الله حنا باقيين متبعين داكشي غادي يوصل حتى غادي يدوز للاستئناف ان شاء الله وغادي يكون خير ان شاء الله المهم السونسيال ما هادشي كله الحمد لله الراي العام ولي فان ديالنا وحتى اللي ما كانش لي فان ديالنا اللي ما كانش كيعرفوا ولا كيعرفنا يعني كلشي مساندنا كلشي معانا يعني الحمد لله الشعب المغربي لا اللي هنا اللي في برا كل مساندنا وكل كيصيفطنا دي كومونتير ودي ميساج بريفي واللي ماشي بريفي حنا معكم اسامي كلنا سامي وشاب سيمو خو لان هادشي كيدل ملي كيقولوا كلنا سامي ولا كلنا سامي راه يعني كلنا الحق حنا باغيين نوضوا بهاد البلاد بلادنا تزيد تزدهر ما تجيش ترجع للور وباش حتى داك الناس ما يعطيوش واحد الصوره خايبه على الامن يعني الناس اللي عايشين برا يقولوا الامن ديال المغرب ماشي قبيح ما كيديش المسؤوليه ديالهم ماشي كلشي ما كيديش الخدمه ديالو غير هاد الجوج الناس اللي حنا طحنا فيهم وهاد الضابط خصهم ياخذوا المجرى ديالهم والحمد لله راه الامن كما كيعرفوا راه عندنا خوتنا صحابنا جيراننا كاين الناس في الامن الله يعمر راسها وكيقوموا بالواجبات ديالهم وكنحيي ناس الامن من هالمين. انا الانتقادات اللي كنسمع من الناس بحال هذا المشكل اللي وقع في فاس يعني انا الحمد لله عندي نيشان كما كيعرفوا الناس بحال الدراري انا ما كنظلمش ولا احب الظلم انا اكره شي حاجه سميتها الظلم يعني ملي كنشوف الظلم قدامي كنبقى كنترعد يعني بزاف ديال الناس في الانترفيو ديالي ولا كيقول لك ملي كيسولني شي صحافي ولا كنكون كاع في بلاطو كيقول لي شي سؤال كنجاوبه بصراحه ماشي كلهم مي بعض فيهم ملي كنخرجوا من بلاطو كيقول لي سامي ملي سولتك كنتي تهرب كنقول ما فهمتش انت كتسولني خصني نجاوبك يعني نجاوبك الحقيقه يعني ما يمكنليش نهرب يعني كيقول لك هذا الشيء يقدر يرجع عليك تقدر تصبي احدا كنقول له شوف الا كانت الحقيقه وعدم النفاق غادي نربي الحقيقه ماشي مشكل انا في القران مذكوره المنافقون اسفل درجه تحت النار الحمد لله ماشي منافق وكنضرب في الوجه وكما كيعرفوني الشعب كله المغاربه الحمد لله راجل ونص الحمد لله يعني كي كنقول الحاجه كتخرج من القلب وما كنظلمش ولد الشعب تواضع ولد كما كيقولوا عزيز على الطبقه الكادحه وراه كما قال لي فان الحمد لله عندي انا كنمشي في الاحياء الشعبيين في السجون في بارت يعني في المغرب مغربا كنكون في شي دوله في العالم كيجوني جزائريين توانسه ليبيين موريتانيين الحمد لله هذا فضل من عند الله انا يعني كسافر الاغنيه المغربيه انتقادات يعني الفنان اللي ما كانش انتقادات يعني ماشي ناجح ما كتضرب غير الشجره المثمره ضروري باش تكون ناجح خصو يكون داك الناس كينتقدوك ما يمكنش يعني هذه حاله كيعشوها كاع لي ستار هو سعد المجرد يخيل الى اي حاجه ولا الى قالوا المغاربه تخربيقه كاع
ديك سعد المجرد يعني راه وصل اغنيه للعالم العربي الاغنيه المغربيه اللي ما كانوش كيسمعوها في العالم العربي وليت كتسمعوها الزريه البلاد تبارك الله والله يعاون والله يسهل عليه والله يسهل على جميع الامه المسلمه وكاع الفنانين المغاربه كاع اللي كيعطي واحد ليماج لهاد البلاد مزيان وكي الزريه ديال البلاد وكيغني غنى زوين وكيدخل للديور الله يسهل عليه كنبغي الخير لكل شيء يعني ما نقدرش ننتقدو هو كصديق وكود البلاد وهاز الزريه البلاد الله يسهل عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.